الورد لمراتي، وقت مثلا عايز اصلحها اجيب لها ورد. خارجين في مكان يكون في مثلا في محل ورد بجيب ورد اديها لها. هو عامه يعني الجماعه دول عايز اصالحهم بوردايه او بكلمه حلوه، بس يعني الورد ليه طبعا منطبع خاص او ليه استخدامه خاص في التصالح، في الهدايا، في اي كادو عامه بيحتاج اي ورد. في مناسبه بقى الفالنتاين عيد الحب، ده اساسي الورد، ده اساسي في اعياد الميلاد، اعياد الربيع طبعا الورد ده اساسي. يعني يعني الواحد مثلا ممكن يخش على زوجته بورده احسن ما يخش عليها بهديه. بجيب لوالدتي ممكن اللي هو عباد الشمس او الورد العادي الاحمر. الورد ده احلى مصدر في الدنيا، انك انت ممكن تهديه لاي حد بتحبه، مش شرط حب، لا في حد عزيز، ام، اب، اخ، ابن. لما واحد مثلا بيهدي لمراته ورد او حاجه فده بيعبر لها عن حبه، وهي الفكره بتوصل على طول. مجرد ما انت بتديها الورد هي بتوصل اصلا الفكره لوحدها ان هو فعلا بيحبها وان هو بيقدرها وكده. والله الورد ده ليه مناسبات جميله طبعا، في مناسبه عيد الحب، عيد الام، في مناسبات الافراح زي الزواج زي الخطوبه. طبعا دايما بنجيبه في المناسبات دي لانه بيمثل حاجه جميله بالنسبه للست. الورد ده بيمثل كل حاجه حلوه طبعا، والحب والرومانسيه وكل حاجه. واحنا في كل مناسبه بنجيب ورد، لاي مناسبه بنجيب ورد احمر، ورد اصفر، وكل ورده لها معنى تاني. يعني احنا كده بنشم ريحته بس كده بيبقى احساس حلو، احساس بالطمانينه كمان. يعني بجيب الورد في عيد ميلاد او في زواج او في اي مناسبه حلوه، هو بيبقى احسن حاجه لان الواحد بيعبر على ان هو بيفكر في الشخص اللي هو بيجيب له الورد، ان هو ما انساهوش. يعني الورد معبر، يعني مثلا ممكن يقول لك الورديه الحمراء دي رمز الحب، ممكن الورديه البيضه دي رمز التفاؤل. كل ورده بتعبر عن جزء من المعنى بتاعه. الورد مناسب لكل المناسبات لانه الورد ده رمز الحب ورمز العاطفه، وبتصالح زوجتك باولادك في كل المناسبات. الورد ده ضروري، حتى رمز البهجه، رمز التفاؤل. لو واحد حب يجيب لخطيبته هديه فالورد بيبقى هديه مميزه جدا ليها، وبيعبر فيها عن حبه وعن اي حاجه هو مش قادر يقولها لها بيعبر لها بيها عنه. الورد حاجه من الطبيعه، ممكن نعمل منها عطور، ممكن تبقى رمز ما بين اتنين بيحبوا بعض، بتبقى هديه بسيطه ومش مكلفه وبتبقى لذيذه. انا حبيبتها في الورد، انا اصلا بحب الورد وبحب الفل، بحب الحاجات دي قوي.